تحت شعار التكوين والتأطير والمواكبة في المجال الضريبي والتغطية الصحية وعثرنة القطاع وتأهيله، نظمت اليوم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دورات تكوينية لفائدة التجار. اليوم كنظم ككتابة إقليمية واحد دورة تكوينية في مجال الضرائب وكذلك في لاسينيسيس وحتى ما يتعلق بالمسؤولين ديال وزارة التجارة والصناعة. اليوم هذا اللقاء التواصلي جاء في إطار سلسلة لقاءات اللي دارتها النقابة على المستوى الوطني. الحمد لله اليوم أننا نقدرون نقولوا أننا نجحنا 100% في هذا المجال. في هذا اللقاء التواصلي التجار ومهنيين حضروا بكثافة وعطاوا المشاكل والهموم ديالهم المسؤولين. ما سهلاش بأنك يحضروا مندوب ديال الوزارة وكذلك رئيس النقابة، رئيس المجلس الوطني وكذلك المدير الجهوي ديال الضمان الاجتماعي ومسؤول ديال إدارة الضرائب. هذه مجموعة ديال الأسماء الوازنة في المدينة الوازنة في الجهة باش يحضروا لهذا مثل اللقاءات. هذا كيعني أننا كنقابة كمكتب إقليمي أننا اكتسبنا واحد الثقة سواء من لدين التجار اللي حضروا بكثافة أزيد من 260 واحد اللي حضرت اليوم، وكذلك من المسؤولين ديال القطاع المهني والمسؤولين على القطاع المهني والتجاري في مدينة القنيطرة وفي الجهة. اللقاء التواصلي اليوم كيجي في إطار دعوة من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات، وهذه هذا اللقاء هذا تحت عنوان العدالة الضريبية من خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات لسنة 2019. كنا شاركنا في هذا اللقاء كمديرية عامة للضرائب وكممثلين للمديرية الإقليمية للضرائب ديال القنيطرة من اجل يعني كيجي هذا اللقاء هذا في اطار جسور ديال التواصل وخلق الاواصر ديال الحوار والتشاور مع جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين سيرا وتطبيقا لخطه الطريق لخريطه الطريق التي رسمها السيد المدير العام للضرائب في هذا الباب من خلال عدد من اللقاءات والخرجات التي يقوم بها كلما دعس الضروره لذلك. في هذا الاطار حنا جينا باش يعني نواكبوا التجار ونشرح لهم من هذا المنطلق النظام المساهمة المهنية الموحدة ونواكبهم باش يعني يكون هذا النظام هذا نظام مبسط ويؤديو التصاريح ديالهم والاداء ديالهم بشكل سلس وبشكل مالي. اليوم كان عندنا لقاء تحسيسي بشراكه مع النقابه الوطنيه للتجار. من خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على المشروع الملكي السامي ديال الحمايه الاجتماعيه وبالضبط الحمايه الصحيه او التغطيه الصحيه. يعني هذا اللقاء كان يعني على شكل واحد الورشه موسعه اللي تم فيها التوضيح ديال فين واصل المشروع، شنو المهام ديال صندوق الضمان الاجتماعي، فين وصل صندوق الضمان الاجتماعي في العلاقه ديالو مع التنزيل ديال المشروع مع جميع الفئات وبالاخص الفئه ديال التجار. بعد ما سال اللقاء يعني كانوا هناك مجموعه ديال الاسئله اللي من خلالها طرحوا التجار يعني التساؤلات ديالهم حول يا اما الملفات بصفه عامه او لا وضعيات بصفه عامه او لا ملفات يعني بعينها يعني ملفات استثنائيه. كانوا هناك يعني أسئلة في الحقيقة ممتازة وحنا حاولنا نجاوب على جميع الأسئلة، وكذلك دعينا أنه المسائل اللي خصها يعني عمل مدقق ومعمق يعني درنا مواعيد أخرى باش أننا نزيدوا ندرسوا داك الملفات بشكل يعني معمق، وتمت كذلك الأجوبة بصفة تقنية ومضبوطة على التساؤلات اللي بقاو يعني بقاو فيهم واحد خص فيهم واحد المجهود ديال التدقيق. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.